المواجهات والعنف بين أعضاء الاتحاد العام لطلبة تونس وعدد من الطلبة والشباب الذين نسبوا إلى التيار السلفي، وجدت هذه المواجهات أثناء استعداد طلبة الاتحاد لتظاهرة ثقافية طلابية تم إعدادها مساندة لأهالي ولاية سليانة في ذكرى أحداث الرش، حيث اقتحم عدد من الشباب ساحة الكلية وقاموا بالاعتداء بالعنف على عدد من طلبة الاتحاد وبتحطيم معدات الصوت وغيرها من المعدات. هذا وقد احتضن مكتب عميد الكلية اجتماعا مع أعضاء الاتحاد العام لطلبة تونس تم خلاله مناقشة الإجراءات التي يمكن اتخاذها في ضوء ما حدث. تجدد أحداث العنف في الكلية، لأنه بالنسبة للإدارة مبرمجين اليوم نشاط صادق عليه الإدارة لفائدة الاتحاد العام طلبة تونس، ويتضمن أنشطة في الصباح وأنشطة في العشية، لكن يبدو أن مجموعة يعني من متشددين دينيا يعني هجموا على الطلبة الآخرين اللي كانوا يعدوا في التظاهرة، وأدت إلى العنف. فالعنف هذايا بطبيعة الحال كل من يقوم به، خاصة يتهجم على بالنسبة لنا على تظاهرة ثقافية موافقة عليها الإدارة وكأنه تهجم على درس، فسيتم اتخاذ إجراءات. حاجتي راك أنت كمواطن هنا، يا إما يصير لك أي شيء تلتجي للإدارة وإلا تلتجي للسلطة، يعني الأمن.